لسه الحلم ده بيجيلي، حلمت ان بابا رجع كأني لسه سامع صوته بيقولي اعملي كل اللي في دماغك واوعي تخافي من حد. كان يوم عيد ميلادي الـ14 كده برضه، يعني انت كده تخليني ابقى قلقانه عليك. لما الواحد بيشوف الموت عن قرب الخوف بيموت جواه. عندها انفلونزا الطيور، دي ناس بتموت. ما بقتش عارف لو كان احسن ابقى جوه النظام ولا افضل طول عمري بفهم.